مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا تتبع الملف ديال سناء لعدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالها لتنور رأي العام أكثر في موضوع سناء اللي جات من السعودية بصندالة ديال الميكا. أسباب ومسببات الهجرة، علاش مشات، درجناه في الفيديو السابق، وكذلك سوء المعاملة ديال البعض اللي كان المآل ديالها في الأخير وتبحث على أرض الوطن اللي عاشت فيه واللي كبرت فيه اللي هو المغرب بطبيعة الحال. مشاهدينا الكرام، من وضعنا الفيديو من الطبيعي جدا أنه قصة سناء ألمت عدد كبير من المغاربة، الكل تفاعل مع القضية ديالها، مغاربة في المغرب وخارج المغرب مشكورين، ومن المتعارف أنه هذه المسألة طبيعية أنه ما غاديش يدوزوها وغادي يساعدوها وفق المستطاع. مشاهدينا الكرام، الآن المستجدات في الموضوع ديال سناء في شقين، شق إيجابي في نوع من الفرح والسرور والشكر للمغاربة اللي ساعدوها، والشق الثاني صعب، هو صدمة جديدة لسناء الأم اللي هي ولدتها، من الصعب أنها تواصل معها، اختارت طريق واحدة أخرى أنه تربط الاتصال بالمقربين، وهنا كانت الصدمة أن الأم ديالها ماتت. كيفاش تبعوا معايا؟ أولا أش غنقول لك، الله يرزقك الصبر. أولا السؤال الأول اللي غنسولك هو، ملي وضعنا الفيديو تفاعلوا معك المغاربة كيفاش كانت؟ كنشكر خوتي المغاربة بزاف، اللي داخل المغرب اللي خارج المغرب، كلشي تفاعلوا معايا، كلي عاوني، كلي كيقول لي كلمة زوينة، هذه اللي كتفرحني، حيت ما عنديش والدي، خوتي المغاربة هما اللي كلشي ساهموني. من بعد قلتي نمشي نشوف أمي، ما عندكش كيفاش توصلي ليها، اختاريتي واحد السيدة اللي من المقربين ليها وهي تصدمك. من اختارت السيدة المقربين ليها، قالت يمك ماتت، اختي راه حطوا اخوتها، هذيك راه عندها اخوتها، وانا راه ما عندي الحنين، الحنين اللي غنحط عليه راسي، هذه هي الحياه. ما قدرتيش دابا تمشي ولا ما عرفتيهاش فين كاينه؟ بغي نمشي عاد نسول، ما كنعرفهاش فين كاينه، كاينه غير مع ربيبه، ربيبه تو ما عندهم عليها حتى شي اخبار، شدوا غير الدريه، غير اختي هي ما عندهمش لها اخوه. ما حاولتيش تشوفي الاب؟ لا ما حاولتش، ما حد الان عارفه في كيس سكون، وقالوا لي صحابو فين، نعتوا لي وانا ما غيت نمشي عدو، وخفت، خفت لو عاد يحرش عليا شي واحد، حيت ما بغيت نمشي ما خاصنيش نمشي بوحدي، خاصني يمشي معايا شي واحد. هاد الكلام ديال خفت منه ما يمكنش تجيبيه من فراغ، الا وانت عارفه الطبع ديالو كيدير، يعني فيت منك انت شي مره مشيتي لعندو قبل ما تمشي المره بعد الاخيره للسعوديه، قبل مشيتي لعندو شي مره، شنو اللي وقع؟ قال مشيت عندو نسول من الحانوت للحانوت، نعتو ليا دارو، ملي كلمو ليا العساس طلع ليا وتسخر الله، تمنيت غير هذيك اللحظه، خفت صعب يعيط عليا يقول لي اجي بنتي عدي، ولكن ردت فعل ديالو قال لي حرش عليها الكلاب يفرسوها، هذه هي الصدمه، ومشى، وخويا اللي بقى يشوف، يا مسكين باقي صغير عنده 5 سنين، هذه ردت الفعل ديالو، انا ما كناش عادي هذيك الساعه، نقول نقول بابا انا ما بغى منك والو، بغيت منه غير الحنان صافي، وتسمت انا ربي بويا، وتسمت انا في كلمة با، ما يتمنيت شي حاجة، انا مشوقة نشوفه، مشوقة غير نشوف الاب ديالو، نجلس معاه، وتا انا نسمع في العيد، راني فرحانة، حيت العيد ما كنلقاش فين نمشي نعيد غير عند الحباب، بقى عندي الحاجة أخرى هي ديال الأم. هاد الأم ما عندك حتى شي خيط باش توصلي لختك وتعرفي يعني المقبرة فين كاينة وتزوريها في سبيل الله؟ لا ما عندها لا حتى شي خبر، اختي اللي عندها لها الخبر اللي كنمشي عند خوتها صافي. يعني هما اللي قالوا لك راه ماتت؟ لا ماشي هما، وحدين اخرين اللي كيعرفوا، هما اللي قالوا لي ماتت، ما قالوش لي امتى، قالوا لي امك ماتت وصافي، ما عطاونيش امتى. يعني كنت كان عندك الامال، قلت دابا انا جيت نعاود نحاول معاها، ما ربانا نقرب عند امي، الساعه مشى كلشي، مشات عند ربي.
كان عندي امان، قلت نحاول نقرب من امي شويه وجيت هي امي كتوقف معاك توريك الاب شكون هو حقيقي، ولكن الناس اللي كيتواصلوا معايا كيقول لي باك حقيقي هو هذاك فلان اللي كيمشي عندو اللي رافض، حد كيشوفوني كيقول لي كتشبهي لي وكانت امك هي اللي كانت داعيه. ما عرفش هما داروا غلطه وانا بقيت ضحيه بيناتهم، وكيقولوا مي اب ديالي كيقول مي بنت عمتي، راني من العائله ماشي شي واحد براني، غير العائله. هاد العائله دابا ما عندك حتى شي صيله انت بشي واحد فيهم اللي يقدر يكون شويه يكون مؤثر، يعني كنقول يكون شويه حجرته ثقيله، يقدر على الاقل تشوفي الام ديالك وتزوريها في سبيل الله، والاب ديالك انه يراجع هاد الحسابات ديالو، راه الدنيا فايته. ما كاين حتى شي واحد اللي كنقولوا ثقيل في العائله يقدروا يحشموا منه مثلا، والاب يحشم منه؟ لا ما كاينش، كاين واحد من عائله بو اللي كان ما نقدرش نقول شكون، حتى هو في راسه خايف وراني عائله بو اش كيسواه ما يقدرش، هو اللي مشيت عنده ديك مره ومره كنمشي عنده، مشيت عنده ديك مره وجات هذيك من عائله بو جرات عليا مرت عمي هجرات عليا قالت لي سيري بحالاتك، حنا هما عائلتك وحنا خوتك وحنا معاك، انت ما عرفنا شكون السابق انت ولا حنا في الدنيا، المغاربه واخا هكاك وحنا معاك، ان الجاليه المغربيه الله يجازيهم بخير، المغاربه في الداخل تواصلوا معاك عيطوا لك، اللي كيقول لك جي سكني معانا مرحبا بك، عاودي لي شنو الحوار ديالك اللي دار مع الناس. انا كنشكر خوتي المغاربه جميعا اللي في المغرب واللي خارج المغرب، عمر خير وما نساه، كل اللي كيعاونني كل اللي كيعيط عليا يقول لي جي سكني معانا، كل مره اش كيقولوا المغاربه، كل اللي كيعيط كل اللي كيقول كلمه زوينه كل اللي كيقول كلمه كتفرح شحال من حاجه، ولكن حاجه اخرى اللي كاينه هي الاب ديالي، هو اللي ما بغيتش حاجه في الدنيا، بغيت غير با نشوفه ونعنقه ونسمد انا هذاك الحنان ديال الاب اللي ما خديش صغري، وديك الطفله اللي ما عشتهاش صغري، بغيت نعيش مع الاب ديالي، هذه هي الامنيه ديالي. والله ما عرفت اش نقول لك وحق الله العظيم، عندك شي اضافه قولي لي وانا غنختم. هذه الاضافه ديالي خويا، انا ما كرهتش نكون من الاب ديالي، حتى مستشار بكيت عليها قلت له راه ما عنديش با، قلت لي توا بويا اللي غتساعدنا باش نهبط للمغرب، وعطاني عهد قال لي انا بوك انا خوك وهودني المغرب ما تعطلش فيا. الاب ديالك فين كاين؟ في الدار البيضاء ولا فين؟ كاين في الدار البيضاء كيسكن في الدار البيضاء، وكيقرب ناتو في الدار البيضاء. هنا كيطرح سؤال، المعلومات اللي عندك مع ماماك هو كان عندهم عقد ولا ما عندهمش العقد؟ لا ما كانش عندهم العقد، هادشي اللي كيقولوا لي الناس. هو هاد الطريقه اللي تعامل معك بها، واش هو ما مقتنعش بانك انت بنته ولا عنده شك ولا شنو المعلومات اللي عندك؟ ماشي هو الشك، هو خايف من مراته حتى هي اللي حاكمه فيه، أدول لكن هو راجل انا راني بنته، انا ما باغا منه والو، ما بغيت منه حتى شي حاجه. الله يفرج عليك يا ربي، حنا باقيين معاك ان شاء الله وغادي نتبعوا معاك تنشوفوا، نتمنوا من ربي يا ربي تكوني في بر الامان من هنا لقدام يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا قصه جد صعبه، وكل مره كتكون فيها تطورات لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع. سناء جات من السعودية بوضع جد صعب، العنوان جات ما عندها لا حوايج، هي بصندالة ديال الميكا، من بعد الضرر والإكراهات اللي تعرضت لها من طرف بطبيعة الحال العائلة اللي كانت خدامة عندهم، ما يسمى باللي مسؤول عليها في إطار القانون ديالهم لغة الكفيل. مشاهدينا الكرام عدد كبير من المغاربة ذكورا وإناث اللي كيعانيوا في هذا الموضوع، وهنا كيتطرح السؤال، دور شخص ذكر أنثى ملي كيهاجر الدولة لها قانون، نعم، ولكن يجب أن يخضع ذاك القانون المساطر الدولية فيها الحق في الكرامة والحق حقوق الإنسان وأمور أخرى، إلا أن البعض لهم سلوكيات ولهم رأي آخر. مشاهدينا الكرام أساس في الموضوع ديال سناء هو انشقاق وإشكال كبير بين
الازواج كانت هي ضحيه، ما لقاتش سند، الحنان ديال الام ما كانش اللي غتهتم بها الله ولا برحمه الله، الاب كما تبعتوا معنا راه له راي اخر، ما عندهاش الاخوه، سنين طوال وهي كتخبط في متاهه الدنيا. كان الحل الانسب بعد شويه العلاقات اللي قدرات انه تمشي المره السعوديه طرح عندها مشكل كبير. كانت وجهت نداء جلاله الملك الله ينصرو دخل في الموضوع، جات من بعد حوالي 3 أو 4 سنوات تقريبا ما لقاتش الخدمه هنا، ما لقاتش اللي يحتضنها، لانه الاساس ناس بطبيعه الحال كلها كتصبر كلها كتضحي، ولكن يجب ان يكون لك اساس على الاقل اللي هو الحضن ديال العائله، وبالاخص في اللي ما كيتعوضوش هما الوالدين، وهذا هو الاشكال الكبير اللي طرح سناء. المره الثانيه ملي رجعات نفس الاشكال، رغم انه الوضع الصحي ديالها ليس على ما يرام، تعرضت لاكراهات كما تبعتوا معنا، كان التدخل وهو مشكور مره اخرى وهو المستشار اللي في القنصليه ديال السعوديه اللي اهتم بالملف ديالها وسهل لها الامور، وجاب لها الباسبور ديالها ملي كان واخذوا لها الكفيل، وجات المغرب يوم الخميس الماضي. شفناها في 7 الصباح هي انتقلت من السعوديه مع 9 ليلا اعتقد، كاين اللي سكار بين مجموعه عدد تقريبا 2 ديال الدول، ووصلت المغرب في 7 صباحا، حنا في 10 صباحا تناولنا مع القصه، وهي مسكينه هزه الباسبور في يديها وصندله ديال الميكا. من بعد اهتمام المغاربه مشكورين، وهذا شيء متعارف عليه في عدد كبير من المغاربه في المغرب وخارج المغرب، وكاينين اللي قدروا يوصلوا للهاتف ديالي وعيطوا لي وألمتهم هذه القصه. الكل ساهم، اجره محسوم على الله عز وجل باش يساعدوا هذه الاخت بشكل مباشر. وكما نقول دائما لا صله لنا احنا بالشكل المالي، المساعده بين المحسنين وذاك المحتاج. عدد كبير من المغاربه اتصلوا بها، كل شيء تيقول لها احنا هما والديك. بقى عندها جانب مهم هو الاصل، تبعت الخيوط في الناس المقربين، كانت الصدمة أن الأم ديالها توفات. لا زال الأمل ديالها في الأب، إلا أن هذا الطرف له رأي آخر. أرجوكم أي جمعية حقوقية تدخل على الموضوع. المغاربة مشكورين الاهتمام بهذه الأخت، كل من ساهم أو ساعد هذه الأخت أجره محسوم عند الله عز وجل، لأنه استثناء، هذه يتيمة لا أب لا أم، الوضع ديالها جد صعب. مشاهدينا الكرام، سوف نستمر إن شاء الله على تتبع هذا الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد حول حيتية قضية سناء. سناء شيئا ما كونات أب وأم من المغاربة، الكل مهتم بها، كل شيء كيتواصل معها، وهذا شيء يثلج الصدر، إلا أن الأصل لهم رأي آخر فيما يخص الأب إما الأم. الله يغفر لنا وله جميع المسلمين. نحن دائما على تتبع الملف، وسوف نوافيكم بالجديد في حالة أي جديد في الموضوع ديال سناء. مرة أخرى الشكر الجزيل كل من ساهم أو ساعد هذه الأخت، الله يقبل أجره. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.